ولما حذر نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة من الفتن، أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ما تكون به النجاة من الفتن والسلامة والعافية منها، وكيف تتقى وكيف يحذر منها. وأعظم ما تتقى به الفتنة تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تقوى الله عز وجل نجاة من الفتن وعصمة من الشرور، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية الله وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وصية السلف فيما بينهم. لما وقعت الفتنة في زمن التابعين، جاء نفر إلى طلق ابن حبيب وقالوا له وقعت الفتنة، فكيف نتقيها؟ قال اتقوها بالتقوى، قال اتقوها بالتقوى. قالوا أجمل لنا التقوى، اذكر لنا ملخص في معنى التقوى والمراد بها، أجمل لنا التقوى. قال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. وهذا من أحسن ما عرفت به التقوى، فالتقوى عمل بالطاعة واشتغال بها ومجانبة للمعصية ومباعدة عنها على نور من الله، على نور من الله في فعل الطاعة وفي ترك المعصية، على بصيرة وهداية وعلم يستضي به. وهو في فعله للطاعة يرجو على ذلك الثواب، وفي تركه للمعصية يتركها خشية العقاب من أجل الله سبحانه وتعالى. فالتقوى شأنها عظيم جدا. ومما تتقى به الفتن إقبال المرء على العبادة، وأن يجعل في لياليه وأيامه لنفسه حظا من العبادة. وقد جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال عبادة في الهرج كهجرة إلي. ومرة كما في الصحيح استيقظ وقال سبحان الله ماذا أنزل الله الليلة من الخزائن، وماذا أنزل الليلة من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، من يوقظ صواحب الحجرات أي زوجاته يصلين. لما ذكر الفتن ذكر المخرج الذي هو ماذا؟ الصلاة. قال من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. سبحان الله، الفتن لما تنشب يغفل الناس عن العبادة، حتى الصلاة المفروضة، حتى الصلاة المفروضة يغفلون عنها وينشغلون عنها. بينما النبي عليه الصلاة والسلام دعا في الفتن إلى الإقبال على العبادة،
والعبادة هي مخرج، مخرج للمرء وعافية وسلامة من الفتن. ومما تتقى به الفتن الاعتصام بحبل الله المتين، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله عز وجل هو كتابه ودينه وشرعه ووحيه وتنزيله سبحانه وتعالى. الاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن يكون عليهما المعول وإليهما الرجوع وعنهما الصدور وإليهما التحاكم. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام في غالب خطبه إذا خطب الناس يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. يكرر ذلك حتى يكون راسخا في قلب المسلم أن خير الهدى خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى فتن، يرى شدائد، يرى انحرافات، يرى أمورا عظيمة. كأنه قيل له وأجاب عليه الصلاة والسلام دون أن يسأل: ما المخرج إذا رأينا الاختلاف؟ ماذا نصنع؟ كيف ننجو؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي هذا يؤثر عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله كلمة عظيمة جدا، قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. وتصور في هذا المعنى الذي أو هذا المثل الذي ضربه مالك، تصور أن الفتن أمواج متلاطمة مهلكة، وليس للناس نجاة إلا بقارب النجاة، قارب نجاة يركبه فينجو من هذه الأمواج المتلاطمة، وهو السنة. السنة سفينة نوح، يكون مستمسكا بالسنة محافظا عليها حتى يتحقق له بإذن ذلك بإذن الله نجاته وسلامته. ومما تتقى به الفتن لزوم الجماعة، فإن يد الله على الجماعة. قد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والجماعة ملازمة للسنة، ولهذا يقال أهل السنة والجماعة، لأن السنة تجمع
والفرقة ملازمة للبدعة، لأن البدعة تفرق، ولهذا لا جماعة إلا بسنة. والبدع تفرق صفوف المسلمين وتدخلهم في بغضاء وخصومات وعداوات، فمما يتقى به الفتن أن يحرص المسلم على لزوم الجماعة، لزوم الحق، لزوم الهدى الذي عليه جماعة المسلمين القائمين على هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصراطه المستقيم صلى الله عليه وسلم. ومما تتقى به الفتن الرفق والأنات وعدم العجلة، قد قال عليه الصلاة والسلام: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قد جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنه ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، عليكم بالتؤدة يعني الأنات، عدم العجلة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر، لأن المرء إذا تعجل ربما فتح على نفسه وعلى غيره باب ضلالة، فصار بذلك رأسا في الشر. فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. يوضح ذلك الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لمن كان فتح الخير على يديه، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فويل لمن كان فتح الشر على يديه. ولهذا في الفتن يحرص المسلم ألا يكون له فيها مشاركة، لا بقول ولا بفعل، لا يفتح على نفسه ولا على غيره باب شر ومضرة. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه المفرد عن علي رضي الله عنه أنه ذكر مجيء الفتن وتطاول الفتن وكثرة الفتن، ثم حذر من أمور ثلاثة يجب أن تتجنب في الفتن ويحذر منها. فقال رضي الله عنه لما ذكر الفتن، قال: فلا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فلا تكونوا عجلا مذايع بذرا. عجلا من العجلة مثل ما تقدم في قول مسعود: عليكم بالتؤدة، عدم الاستعجال. يتأنى المرء ولا يستعجل. عليكم، قال: فلا تكونوا عجلا، لا يستعجل المرء. والأنات الأنات من الله عز وجل، والعجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. فيحرص المرء على الأنات، لأن الأنات من شأنها أنها تساعد المرء إلى النظر في عاقبة الأمور، إذا استعجل ما ينظر للعواقب، لكن إذا تمكن من النظر في عواقب الأمور والمآلات. ولهذا الإمام أحمد النفر الذين جاءوه
وهم يريدون نزع اليد من الطاعة والخروج على الجماعة والشام من الفتن. قال لهم في كلام طويل نصحهم، قال: انظروا في عاقبة أمركم. العجول ما ينظر في عاقبة الأمر، ما ينظر، يدخل ولا ينظر في عاقبة الأمر. قال: فلا تكونوا عجلا، أي من عجلة، مذايع، أي لا تكونوا مذايع. ما مذايع؟ من الإذاعة، إذاعة الفتن. والآن إذاعة الفتن أصبح أمرها أخطر من الأزمنة السابقة. الذي يريد أن يذيع الفتنة في الزمن السابق يحتاج وقت طويل حتى ينشر الفتنة بين الناس، والآن هذه الأجهزة، أجهزة التواصل، يعني سرعت هذه الأشياء ووصولها للناس. فيجب على الإنسان أن لا يستعجل، حتى رسائل الجوال أو الرسالة التي تصل إلى الإنسان ويطلب من نشرها، لا يستعجل، لا يستعجل. قد ينشر رسالة وهي تحمل فكر خبيث أو تحمل فساد أو تبنى على غير أدلة شرعية أو تبنى على أحاديث موضوعة لا تصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا أرسلها كان له يد في الفتن. فلا يستعجل، لا يستعجل، بل يتأنى ويتروى وينظر في العواقب، ولا يكون مذياعا للفتن، ناقلا لها، مذكيا لها. قال: فلا تكونوا عجلا مذايع بذرا. بذرا أي ممن يبذر، يضع بذور الفتنة حتى تتأجج وتشتعل وتنتشر بين الناس. ومما تتقى به الفتن الرجوع إلى الأكابر من أهل العلم، والبركة مع أكابركم، ممن لهم قدم راسخة في العلم. يقول الله عز وجل مؤدبا عباده بهذا الأدب العظيم: قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. اذكر كلمة علي رضي الله عنه، قال: لا تكونوا عجلا مذايع. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأمر عباده بالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إليه مباشرة، وبعد مماته إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وإلى أهل العلم، إلى أهل العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، أي أهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولهذا مصالح الأمة الكبار إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف، هذه مصالح الأمة الكبار في أمنها وخوفها، لا يحرص المرء على إذاعة ما يسمع أو يبلغه من أخبار، حتى ينظر في المصلحة في الإذاعة أو عدمها، في نشره أو عدم نشره. والمصلحة ما تتبين له بنظره هو المجرد، بل بسؤال أهل العلم الأكابر.
لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما كل أحد. فهذا أدب، مثل ما قال الإمام بن سعدي رحمه الله في تفسيره، قال هذا أدب أدب الله به عباده، أن يكون هذا شأنهم مع الفتن. في الفتن لا يذيعونها، لا يعملون على نشرها، بل يرجعون إلى الأكابر من أهل العلم. ولهذا دعاة الفتنة، دعاة الفتنة من أول ما يبدأون به تحذير الناس من العلماء الأكابر، من أول ما يبدأون به تحذير من العلماء الأكابر، وانتقاص العلماء ولمزهم والطعن فيهم حتى يقللوا من قيمتهم في قلوب الناس، ثم يبث فيهم ما عندهم من فتن. وهذه طريقتهم من قديم، من أراد إشعال فتنة أول ما يبدأ به يقلل من قيمة العلماء ومكانتهم ويطعن فيهم حتى يسقط قيمتهم في النفوس، ثم تكون الكلمة له عند هؤلاء. ومما تتقى به الفتن حسن الصلة بالله وكثرة الدعاء، فإن الدعاء مفتاح كل خير ونجاة من كل شر. والدعاء الماثور فيه الأمران، طلب الخير والتعوذ من الشر. الأدعية الماثورة فيها الأمران، طلب الخير، خير الدنيا والآخرة، والتعوذ من الشر. فيحرص المسلم على تقوية صلته بالله وكثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى في طلب إعاذته من الفتن، يكثر من الدعاء ولا يرد الله سبحانه وتعالى عبدا دعاه ولا مؤمنا ناجاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. يكثر من الدعاء، وخاصة هذه الدعوة التي تقدمت معنا، قال عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الصحابة رضي الله عنهم نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.